سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا داري بحالي سواح لا مكان اليوم لترديد أغنية عبد الحليم حافظ المرتبطة بالسياحة. توقفت الطائرات عن الهبوط ولم تعد الحافلات تنقل المسافرين لتصبح الدول غرفاً مغلقة على أصحابها. منذ أكثر من 10 أعوام يعمل عودة على تنزيه السواح على ظهر جمله في أريحة أقدم الأماكن التاريخية في العالم. يبحث اليوم عن غريب لم يسمع بكورونا ولم يوقف ترحاله الفيروس. أنا أخش آلاف السواح هون وكنا نشتغل يعني مش بس أنا بشتغل فيه كثير في باعة متجولين بيشتغلوا في ناس كثيرة في المنطقة بيشتغلوا مش بس أنا لحالي بشتغل فيعني هينا اللي إحنا أنا شهرين لا باعة ولا غيره ولا حد حاس في أي قطاع سياحي يعني من مرة صفين لا كان أنا أهون يمكن واحد صاحب جمل يعني بشتغلش فيش إلا هو في غيري كمان فيش حالتهم إيش بيشتغلوش من مرة كلها قاعد يعني. هذه شجرة الجميز المقدسة. لولا كورونا لما استطعنا التوقف للحديث مع الباعة المتجولين في هذا الوقت. من هنا يمر أكثر من 1,000,000 سائح سنويا. عمر واحد من عشرات العاملين بالسياحة في أريحة طلب منا أن نتبعه للمنزل. هناك أمر ما يريدنا أن نراه. البضاعة مكدسة عندنا صحابينا بطالبوا في حاجها لأنه فيش سياحة يعني لأنهم اللي بده مصرياته يجي ياخد بضاعته لأن الأمور سيئة متشافش يعني ولا أي قطاع حتى غير قطاعات السياحة مش شغالة والأمور سيئة للأسوأ يعني الموضوع بالنسبة للسياحة يمكن إذا بتحل يعني قالوا اليوم حلت إحنا بدنا مش أكثر من سنة لسنة ونص لما بترجع السياحة يعني. أول القطاعات المتضررة وآخر ما ستعود إليها الحياة. فرغت الساحات بفعل الكورونا ونثر الطاووس ريشه في مساحة ما كانت يوما بلا سواح. لوكالة وفا معن ياسين.